رمضان مبارك كريم، اهلا وسهلا بكم اعزائي عزتي متتبعي ومتتبعات قناه تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوع الرياضي. الاسبوع الرياضي كما عودناكم فرصه للنقاش والحوار والتداول في ملفات، في قضايا، في اشكاليات بحضور ضيوف لهم المام وصله بهذه المواضيع. في حلقه اليوم سنتوقف عند السيناريوهات المحتملة لما بعد تعليق المنافسات الكروية. في حلقة اليوم سنحاول الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تتراقص في أذهان العاملين والممارسين بالقطاع الرياضي وكرة القدم على الخصوص. في حلقة اليوم سيكون معنا عبر تقنية سكايب ضيفان لهما صلة، لهما إلمام كلاعبين كمدربين بهذه المواضيع. باسمكم جميعا كنشكركم على تلبيه دعوه البرنامج. مرحبا بك سي عبد الغني العثماني، اللاعب الدولي السابق والاطار الوطني معنا في هذه الحلقه على التيليماروك. مرحبا سي حسان ومرحبا جميع المشاهدين الكرام ديال التيليماروك. ومعنا ايضا من العاصمه الرباط الحسين وشلا، اللاعب الدولي السابق والاطار الوطني. مرحبا بك حسين. اهلا بك خويا حسن في حلقه جديده من الاسبوع الرياضي. اهلا بالصديق والزميل عبد الغني وجميع المشاهدين. والصدف شاءت ان يكون الضيفان معا، قد حمل قميص فريق الجيش الملكي. صافي ان كرون بليزير باش نكون مع خويا الحسين وشلا. الديوانه كنقول لي من المنبر ديالكم ديوانة. رمضان مبارك بالصحه والعافيه وطول العمر. ولو ان احنا كنتلاقاو في الكوتشين مونتال مع الدكتور بن عمر. البدايه بالحال والاحوال في اوروبا، كورونا تعلق المنافسات الاوروبيه وبعض الاتحادات تحاول اعاده الكره الى الدوران، واخرى قررت واعلنت موسما ابيض. قبل ما نبداو النقاش في هذا المحور نمشيو جميع ونشوفوا تقرير في الموضوع مع زميلنا بلال بوجديني ثم نواصل الحديث. وسط حالة الترقب التي تعرفها الدوريات في ربع العالم، وأمام غياب تنسيق تام بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم، أضحى موعد استئناف التدريب رهينا بالحالة الوبائية في البلدان التي تسابق الزمن من أجل عودة الكرة إلى الدوران. بالأمس أعطى جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا الضوء الأخضر لاستئناف تدريب فرق البطولة الاحترافية في الرابع من مايو المقبل بعد أن ظهرت مؤشرات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. كونتي الذي أعلن إجراءات تخفيف العزل العام في إيطاليا أكد أن استئناف التدريب الفردية في الرابع من مايو لكنه مشروط باحترام اللاعبين والمدربين لقواعد التباعد الاجتماعي. وأبرزت الحكومة الإيطالية أن العودة للتدريب الجماعية لن تتم إلا بالحلول 18 من مايو، لكن دون تحديد أي موعد لعودة مباريات الكالتشيو، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المدة الفاصلة بين استئناف الاستعدادات الميدانية الجماعية وإطلاق صافرة الدوريات. قرار الحكومة الإيطالية سكت عن الجانب الجماهيري وفضل ترك الأمور إلى ما ستكشف عنه الأيام القادمة. تبقى الإشارة إلى أن تعليق الدوري الإيطالي يرجع إلى 9 مارس الماضي بعد قرارات الحكومة بفرض حالة الإغلاق التام في البلاد إثر تفشي فيروس كورونا المستجد. حسين، كما شلنا في التقرير اللي أعده الزميل سي محمد خير، كل دولة كما كنقولوا كتلغي بالغاها. إيطاليا كتتكلم على عودة التدريب وإمكانية عودة المنافسات. بلجيكا أعلنت على النهاية ديال الموسم. فرنسا أعلنت عبر رئيس الحكومة الفرنسية عن توقيف البطولة وأعلنت على موسم أبيض. واش ما كتشوفش معايا بان الاتحاد الدولي لفيفا اللي هي الوصيه على الاتحادات العالميه غائبه في هذه الجائحه، وان الامور كانها سحبت من تحت قدميها، ما بقاتش عندها هي القرار؟
تفضل. طبعا ما يبقاش عندها قرار، لانه جائحه ديال كورونا ما خلات حتى شي بقاع من بقاع الكره الارضيه. ف عادوا يعني اللي يقدر انه بدون جواز سفر او تاشيره انه يحط الارجل ديالو في اي مكان، فما غتصعبش عليه على انه يحط لا في لا فيفا لا في الدول الاوروبيه ولا كذلك في اي مكان. فهنايا كتولي الفيفا ما غتقدرش تحكم، وما غتقدرش كما قلت انه تجيري واحد لا سيتوياسيون فوتباليستيك ديال واحد الدوله من الدول. يعني هنا الخيار كيبقى ديال الدول. كاين الدول اللي دارت انه حاولت ما امكن باش دير الحجر الصحي، وكاين دول ما دارتش الحجر الصحي لانه عرفات وقدرات كيفاش انها تحكم في الوباء. هنا التليكوموند ديال اي حاجه فهي ديال كورونا، كورونا هي اللي قدرت تحكم بجميع الاختيارات اللي نقدروا نختاروا، لا سيما انه كاين دول اوروبيه قدرت على انه تعلن سنه بيضاء بالنسبه لها يعني كرويا، وكاين دول اللي باقي ما عطاتناش شنو غادي دير، لانه كل شيء كيتسنى يعني هذاك العدد الاجمالي ديال المصابين، عدد الوفيات وعدد المعافين فين وصل. فهنا ملي كتشوف انه الارقام يعني تتخليك على انك دير واحد التدهوره، لكن ديما كيبقى ذاك الحيطه والحذر بجانب اللعبه. فهنا دول اللي قدرت ان تجزم وتقول سنه بيضاء، وكاين دول اللي باقا بوان دانتيروغاسيون علامه استفهام، كتقدر تشوف فين غتوصل في هذا الوباء هذا باش ديكلاري واش غتكمل البطوله ولا ما غتكملش. طيب لكن انا كيبقى طيب غادي نمشي عندك عبد الغني. عبد الغني، انت كتعرف وكما كنعرفوا جميع ان القرار ديال استئناف توقيف البطولات والمنافسات الرياضيه بصفه عامه ليس بيد الجامعه، يعني هو بيد السلطات العموميه. وكتعرف ايضا بان كل دوله والحاله الوبائيه ديالها، وعلى ضوء هذه الحاله الوبائيه كيمكن تاخذ واحد القرار. الان كنسمعوا على امكانيه التخفيف من هذا العزل الصحي، كنسمعوا عليه غتكون اجراءات. واش كتشوف معايا انت بان الرياضه وكره القدم على الخصوص قدر حتى هي يشملها هذا القرار ديال التخفيف من العزل، ام انها غير كما يقال خضره فوق طعام، ماشي هي اللي واقفين عليها، الاهم عندنا هو الاقتصاد. وانا غادي نمشي بالاتجاه ديال حسين بوشلا. انا كل الامور هي مرهونه بالمؤشرات، يعني ملي كنقول المؤشرات ديال الاصابات ديال المواطنين. فاذا كان هالاصابات بدات كتقل، يعني النسبه ديال الاصابات اليوميه بدات كتقل، والنسبه ديال الاستشفاء وديال الوفيات هي بدات كتقل، فهنا كتعطينا مؤشرات بان يمكننا نستأنفوا يعني الدوريات. ولكن كتبقى منظمه الصحه العالميه هي اللي كتعطي الضوء الاخضر، لان كل بلد كيختلف على حده. فمثلا الا خدينا انجلترا، دابا عطات الضوء الاخضر باش انها تستأنف البطولات ديالها، ولكن يعني دارت واحد التدابير بان كل لاعب انه غادي يجي في السياره ديالو، غادي يكون عنده البالون ديالو، غادي يكون هذاك البالون معقم، ومني غادي يدخل التيران مباشره غادي يكون يعني العدد الاجمالي ديال اللاعبين ما كيتعداش واحد خمسه ولا سته ديال اللاعبين وبالتناوب، وبالتالي مني كيسالي التدريب ديالو فهو كيتعقم هذيك المباراه وكياخذ السيار ديالو وكيرجع لدارو. هنا كنشوفوا تدابير اللي هي تدابير جد جد معقده وما يمكنناش نطبقوها على جميع الدول. هنا في المغرب سي لا ميم شوز، في المغرب تشري لهم بعد السيارات كل واحد باش دير هذا الشيء اللي قلتي، كل واحد تكون عنده سياره وكل واحد تكون عنده لاعب محترف كيلعب في فريق كبير، ما كنظنش معناه ما غتكونش عنده سياره، يعني كنظن بان جميع اللاعبين كيتوفروا، ولكن هذا الشيء راه مسؤوليات ان اوبليغاسيون لا بالنسبه للدوريات. احنا ملي كنهضروا على الدوريات الاوروبيه ان جميع اللاعبين هما عندهم سيارات. الا غناخذوا مثلا كمثال في المغرب، وعطات ماشي غنقولوا الجامعيه اللي غتعطي، ولكن هنا راهين بالوزاره الوصيه اللي وزاره الصحه والداخليه، الا عطات في البر فغادي يبدا هذاك الشيء تدريجيا. غير كاين واحد المساله اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف، الا غنستأنفوا هذا الدوري فراه دابا هاد اللعابه راه ما كيديروش واحد الاعداد بدني، راه كيديروا غير واحد لونترينمون. اذا الى رجعوا للمنافسه لونتروتيان، الى رجعوا لهاد المنافسه راه غادي يكون واحد 4 سيمانه 5 سيمانه ديال بريباراسيون،
لي بريباراسيون ولات حنا ولينا في واحد خمسه ديال لو سومان. اذا غادي نمشيو بهاد الاحتياطات اللي خاصها الدار يعني، وخاص يكون عندنا ملاعب كثير باش ما يكونش العدد كثير في لي زونطريمون، يعني خمسه حتى سته ديال اللاعبين، يعني مساله جد جد معقده كتطلب شويه ديال التعقل، وهنا ما عنده حتى شي علاقه بالفيفا، لان الفيفا حتى هي ابليكي، حتى هي كتحس براسها بانها في خطر، هنا العالم كله في خطر، وبالتالي كل دوله كانها كتخاف على راسها، والصحه ديال اللاعبين والصحه ديال المواطنين هي الاولى، لاننا حنا دابا خصنا ناخذ الدرس بان هذه الجائحه ديال كورونا جات في غفله من الجميع، حتى واحد ما كان مستعد، بحال كتقول الجوال اللي هو بلاسي ما عارفش الوقت اللي غادي يرجع فيه لي زونطريمون ديالو، الوقت اللي غادي يرجع فيه لي ماتش ديالو، دونك خاصنا نشوفوا اخر حاله اللي غتكون عندنا وتكون واحد، وهذيك الواحد ديال الواحد انها تبقى دو سومان، هنا كيكون مؤشر بان نبداو تدريجيا باش نستانفوا الدوريات ديالنا ونستانفوا لي زونطريمون ديالنا. حسين، هادشي اللي قال العثماني واش ممكن نطبقوه على الدوري المغربي؟ اننا يبقى كل واحد يمشي عنده بالون ديالو يمشيو بثلاثه باربعه التيران، صعيبه. نبداو من هذه الفكره، كانت سبق عليها بركان، كانوا حاولوا ما امكن باش انهم يديروا واحد لي سيونس دونترينمون اكار اتخوا سيغ تيران، سي فيزيك، سي كونتاكت، باسكو الفوتبول سي ان جو دانترميتون. راه هاد البروفا هادي اللي كنشوفو دابا ديال لي جوار كيترينيو، راه كاين جوست واحد الكاليتي من بزاف ديال لي كاليتي، هي رونفورسمون موسكولار، مي سي ان جو دو كونتاكت، سي ان جو دانترميتون. فينا هو العلاقه ديال اللاعب مع الكره؟ فينا هي العلاقه ديال اللاعب مع توسكي ايغوبي؟ علاقه ديال اللاعب مع توسكي تاكتيك اورغانيزاسيون كوريكسيون سور تيران؟ فينا هي العلاقه ديال اللاعب بارابور لي شيما تاكتيك؟ فلا بد على انه غنلقاو مشكل كبير الا بغينا نعاود نروديماري الموتور، لانه كما قال بالنسبه لانجلترا انهم التعقيم ديال البالونات وكل يجي في السياره ديالو وداك الشيء فكره جيده، فهنا غنلقاو مشكل باش انه في الفرق ديالنا يكون عندنا غير بالون واحد، فما بالك انت طرحتي السؤال على انه يكونوا سيارات وداك الشيء، فحنا بعاد على هذا الشيء. فالى الى الى لاحظنا على انه ميم في الجائحه ديال كورونا كان كل لاعب كان خصو يكون مجهز بالماتيريال اللي هو كوريكت دا سبورتيف، فملي كتشوف اللاعبين كيفاش كيتمرنوا في السطاح وداك الشيء، فحنا ماشي انسان عادي اللي كيتمرن، ف سو سون دي جوار بروفيسيونيل، لابد على انه غيكونوا مشاكل كبيره وكبيره بزاف. ففي نظري المستفيد في هذا لي زونترينمون دابا عن بعد هو الرحيمي اللي ساكن في تيران الراجا. الرحيمي كما كنشوفوا في لي سيونس فيديو ديالو على انه كيخدم توسكي انترميتون كورس فيتاس، عنده لي سباس فين يخدم، عنده لي سباس. عندك هو واحد اللاعب ديال الفتح، شتا هو الفيديوهات ديالو، لاعب زراوني، كاين واحد لي سباس فير قدام الدار ديالو، حاط دي زاتولي وكيخدم. سافو دير ديك لا فيتاس، داك هذاك لو ترافي دانترميتون هو اللي كنلقاو في الفوتبول، هو اللي كنلقاو. مي غنطلع للسطاح ولا في الصالون ولا شافي غدير انترميتون ولا تخدم واحد سيري دو فيتاس ولا ترافي دو نقول لك دي زاتولي ولا شافي فين غديرهم في الصاله؟ ما يمكنش، سي با كوريكت. مي انا كنقول التدريب في المنزل تقدر تكون خاصه بالنسبه للنساء، انها كدير واحد الحركات باش تبقى في المنزل ديالها ومزيان الحمد لله، مي باش نعاود نروديمارو الموتور المينيموم خصنا 5 موا دو بريباراسيون. 5 سومان حتى انا قلت لك 5 سومان دو بريباراسيون. علاش؟ باش تعاود تروديماري الموتور، لانه ما نساوش على انه خص يكونوا بزاف ديال الحوايج ايجابيين باش نعاونوا الفرق، باش انهم نحاولوا ما يمكنش ريكيبيريو داك لي ماتش، بقاو 10 ديال المباريات زياده على ذلك، بقاو لي ماتش روبورتي وتوسكي افريكان كوب داراك وداك الشيء ما غنهضروش عليه، لانه ولا غتكحل
واخا حسين، وصلنا الان المحطه الثانيه في هذا اللقاء الحواري. في المحطه الثانيه سنعرج على الشان المحلي، موسم ابيض او شبح موسم ابيض يخيم على البطوله المغربيه. عبد الغني، الناس كتكلم، كل واحد اش كيقول، كيقول اغلبيه كيقولوا صعيب ترجع البطوله، يقدر يكون اني بلانش في نظرك، واش كاينه هذه الامكانيه؟ او شوف، واحد المساله اللي خصنا نكونوا واقعين في لي ديكلاراسيون ديالنا. باش غنقول اني بلانش ولا غنستأنف، يعني راه قلت لك ويله، هذا كيتعلق بالمؤشرات اللي غتكون عندنا. حنا دابا مازال عندنا الحالات، عاطينا وزاره الصحه ولا الداخليه ولا الناس المسؤولين بان لو 20 افريل لو 20 ماي، يعني لو 20 ماي خصنا نشوفوا، كيف قلت لك قبيله، يعني قبل لو 20 ماي اخر حاله خصها تكون عندنا واحد، وهذيك الحاله ديال واحد انها تمشي دو سومان. هنا كيولي عندنا مؤشر بان الحالات ما بقاوش عندنا، والحالات ديال الاستشفاء ولات كثيره، والحد ديال الوفيات نقصات. اذا يمكننا نستأنفوا، ولكن تدريجيا تدريجيا، بالطريقه اللي دارت انجلترا، بالطريقه اللي داروا بزاف الدول على المستوى ديال كره القدم. اذا المساله ما كتتعلقش بالمواطن المغربي، ما كتتعلقش باللاعب المغربي، ما كتتعلقش بالجامعه، ولكن كتتعلق بالوزاره الصحه مع الناس المسؤولين ديال الداخليه، هما اللي غادي يعطيو الفيفور باش اننا نستأنفوا. لان كيف ما كتعرف، حتى ان الاتحاد الافريقي اعطى مهله للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ان لو 5 خاصها تعطيها اشنو التدابير. وهنا في هذه الحاله حتى ان الجامعه ما تقدرش تعطيها، ما تقدرش تعطيها لان هذا الشيء راهن بالحاله الوبائيه والوزاره تاعها وبالحاله الوبائيه اللي غادي نعرفوها انا. اذا كنظن بان اي واحد ما يقدرش، كيف ما يكون نوعا مسؤول على اي فريق، ما يقدرش يقول باننا غادي يكون اني بلونش ولا غنستأنفوا التدريب ديالنا. هذه جائحه، راه قال قبيله سي حسين اوشلا باننا جات على غفله، حتى ما كانتش عالمه حتى شي واحد. اذا التدابير اللي خاصها تتخذ خاصنا نتسناو، وهذا درس، هذا درس يعني جميع المسائل الاقتصاديه ولا الرياضيه ولا السياسيه، يعني درس بان الانسان خاصو يكون مستعد لاي حاجه في حياته. واخا اسمح لي عبد الغني، غادي نمشي عند حسين. حسين، الناس الان كيقولوا بعمليه حسابيه، الا كان موسم ابيض الوداد غيكون فائز بالبطوله. كاين اللي كيقول لك لا، لان الدوري مازال مبعثر، بزاف ديال المباريات مؤجله. كاين اللي كيمشي لطرح ثالث، كيقول لك خاص الجامعه مع العصبه الاحترافيه تاخذ عدد الماتشات اللي تلعبوا وعدد النقاط وتقسمهم وتعطي النسبه، ومن ثم غادي تكون شكون البطل، شكون وصيف البطل، شكون الثالث وشكون الرابع. كاين اللي كيقول ما خص يطيح حتى واحد هذا العام، والعام الجاي تزادوا العدد ديال الفرق. هاد السيناريوهات كلها، كيفاش، شنو هي القراءه ديالك لها حسين؟ اولا باش ناخذوا واحد القرار مساله بحال سنه بيضاء، خصنا نفكروا مزيان، نحاولوا ما امكن باش اننا نفكروا ونزيدوا نفكروا ونزيدوا نفكروا، لانه قرار غير رضي بعض الطرفين وغير غضب بعض الطرفين، لانه ما يمكنش اننا نجيو اليوم ونقولوا سنه بيضاء، ونجيو ونقولوا الوداد تاخذ بطوله، وبني ملال مثلا والفريق اللي فوق منه غنقولوا غيصعدوا القسم الوطني الثاني. ما غيمكنش نجيو نقولوا في القسم الوطني الثاني انه محمديه والماس غادي يطلعوا للبريمير ديفيزيون واللي فوق، ما يمكنش. انا بالنسبه ليا غادي تنوض واحد البلبله كبيره، حتى الا ما طلعوش راه غتكون بالباله، حتى الا ما طلعتش هذه المحمديه والماس راه غتكون بالباله. بالطبع انا كيبان، انا في نظري يعني لاقفال الافواه، يعني كل واحد يسمو ويحاول ما امكن باش انه يكون لوجيك وقانوني. خاص نشوفوا كيفاش نديروا واحد لو كليسمون هذاك ماي. أنا في مارس فات نقدروا نلعبوا فاد ماي، فاد ماي نقدروا نديروا واحد لا فاز دو بريباراسيون، وندير واحد لو غليسمون اللي هو فاصيل غير دي جميع الجوانب. ولكن قلتي الحسين خاصها خمسه الاسابيع، قلتي خاصها خمسه الاسابيع، كيفاش غتلعب في
في النهايه ديال المهنه. انا غادي نديروا واحد خط شهر ديال لافاز دو بريباراسيون. علاش؟ لانه الفرق وقفات راه ما ينازي دابا واحد غادي حنا راه داخلين في الشهر الثالث، راه داخلين في الشهر الثالث. يعني في العادي الفرق في الشامبيونا كانوا كيوقفوا واحد الشهر وكيبداو البريبار، ماشي حتى شهر، كيوقفوا 3 سيمين، وكل فريق مع المعد البدني كيعطيو ان بروغرام سويفي باش ملي تكون لا غونتخي ديال الدوبي دو سيزون كيكون اللاعب جاي واجد فيزيكمون لواحد المنظومه ديال 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 لا فاز دو بريباراسيون. انا بالنسبه ليا يعني اولا الجامعه خاصها تفكر على انها تحيد كاع جميع الاوراق الحمراء والصفراء وكاع لي بليسي اللي كاينين في الكلوب دابا يكونوا تعافاو. يعني اون فاز دو بريباراسيون ديال 5 سيمين ديال شهر او سيمانه، وعندنا شهر نقدروا نلعبوا فيه 11 مباراه. الى لعبنا حد الاربع راه سبتمبر بالنسبه لي انايا فيه 11 مباراه غتقدر تلعب، واللاعب جاهز يعني باش يلعب الجماتشات. اللاعب الان جاهز باش يلعب الجماتشات في سيمانه. شوف كاين علاش انا قلت لي كارتون روج اي لي كارتون جون ولي بليسي غيتوجد. يعني لو فيكتيف ان كلوب كيوصل 30 لاعب، بحال مثلا فريق الوداد البيضاوي، عند الرجاء البيضاوي، الجيش الملكي، فرق اللي عندها واحد الترسانه كبيره، فلا بد على انه يكون عندها جوج ديال الفروق، جوج الفروق لي رومبلاسون ولي واللعابه اللي ما كاينش كونفوكوش داكشي، راه مادام كيتواجد في الوداد والا عنده لو نيفو ديال الوداد، فما يمكنش انه فرقه في لو نيفو ديال الوداد الرجاء والجيش انه ما تقدرش تلعب حد الاربع، لانه اصلا هما متعودين انهم كيلعبوا الاقصائيات الافريقيه كيجيو كيلعبوا لي ماتش روبورتي وكلشي. فهنا الفروق لا عبد الغني رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم دائما في سياق هذه المقترحات ديال حسين وشلا زاد على هذا الشيء اللي قال، بان خاص تكون 5 ديال التغييرات في الماتش، 5 شونجمون. دابا الحسين قال لك يكون اعفاء عفو شامل على اللاعبين الموقوفين، مزيان باش تقوي ليفيكتيف. الان كاين هذا المقترح ديال 5 ديال لي شونجمون. صح، لان ملي كتكون قدامك اشكاليه، هذه الاشكاليه خاصك تخدم كاع لي بلون. دابا راه حسين اوشلا ومشكور على الاقتراح اللي قال، لانه فعلا باش انك ماشي غادي تغامر، ولكن باش انك تستهدف الدوري المغربي فخاص يكون عندك واحد الترسانه كبيره ديال اللاعبين باش انهم يقدروا يلعبوا واحد اموا ديال الاربعه واحد. اذا الاربعه واحد راه يعني شهر انك تقدر تسالي هاد يعني البطوله ديالك، ولكن لي شونجمون كيعاونوا باش ان 5 ديال لي شونجمون كيسهلوا باش ما يكونش ان افور بالنسبه لواحد المجموعه ديال اللاعبين. دائما كيكون عندك 5 ديال لي شونجمون كتسهل على اللاعبين، وخا يدير افور راه كاين ارو بلاصه اللي غادي يقدر يدخل. اذا هنا ملي كيف قلت ملي كتكون قدام واحد الاشكاليه خاصك دير كاع الاساليب اللي تقدر انك تسهل عليك المأمورية. الاتحاد الافريقي انه اجتهد في هذه المساله باش يعطي، لانه حتى هو متابع باش، لانه كاين باقي عندنا الدومي فينال ديال الاتحاد الافريقي ولا ديال الشامبيونز ليغ، والناس ملزمين باشهارات، يعني مشاكل كثيره وخاص يتلعبوا هذه المقابلات، خاص يكون لادات بريسي باش اننا نقدروا نستانفوا، لان خاصهم الفائز باش اللي غادي يكونوا الثاني بالنسبه للشامبيونز ليغ وبالنسبه لجوج الاتحاد الافريقي. هناك اشكاليه خاصنا نجلسوا على الطابل ونديروا واحد المائده باش نديرها باش نقدروا نحلوا جميع المشاكل. نعم عبد الغني، وصلنا الان للمحطه الثالثه في هذا اللقاء الحواري اللي الموضوع ديالو هو السيناريوهات الممكنه والمستحيله فيما بعد تعليق المنافسات الكرويه. في المحطه الرابعه سنتوقف عند اشكاليه الرابح والخاسر من تعليق المنافسات الكرويه، لكن بعد الفاصل. في المحور الرابع من هذا اللقاء الحواري سنتوقف عند إشكالية الرابح والخاسر على إثر تعليق المنافسات الكروية. الحسين، تكلمتي على الصعوبة وإلى درجة استحالة ديال منح اللقب لهذا الفريق أو ذاك في البطولة الاحترافية الأولى، ولكن كيبان لي من الصعب جدا انك تطبق
قرار سنة بيضاء على القسم الثاني، خاصة حنا كنشوفوا واحد المنافسة بين فريقين بين المغرب الفاسي وشباب محمدية، صعيب تقول لهم شوفوا هادشي كاع اللي درتو حتى العام الجاي ونعاودوا. طبعا انا بالنسبه لي شيء صعب على انه واحد الفريق، ناخذ مثال كما ذكرتي شباب المحمديه، انه من بدايه الموسم دار دي كونسونتراسيون وجاب لاعبين، يعني حط وضخ موارد ماليه كثيره للفريق، فما يمكنش تجي وتقول لهذا الفريق انك غنديروا سنه بيضاء وصافي لو كونتور غيتعاود ا زيرو، فما غير ما غيقبلش. كما قلتي على انه في كاين رابحون وكاين خاسرون، انا بالنسبه لي كلشي خاسر، لانه العقود ديال اللاعبين كي غادي نتعاملوا معاهم؟ الا كان لاعب دابا مثلا درنا سنه بيضاء وعنده اخر سنه اخر موسم مع هذا الفريق، كي غيدير؟ الاولى واش غيزيد الجامعه غتفرض عليه على انه يزيد سنه بيضاء مع الفريق، ولا غيمشي يلعب فريق اخر لانه فهمت الموضوع، لانه شحال من لعابه كتقلب كتلقى كدارو ديجا دي بري كونترا مع دي زوت كلوب، من حقه ملي غادي تقلب اللاعبين اللي خداو يعني لي بريم سيناتور في دوبي سيزون، كاين اللي واخد دو ترونش ولا تخوا ترونش، كاين اللي واخد فلوسو كاملين، الفرقه كيفاش غتتعامل مع هاد لا سيتياسيون بارابور لهاد اللاعب؟ يعني الخاسر الاكبر هو الجمهور، حيدتي لي واحد المنافسه، واحد المتنفس اللي كيمشي في نهايه الاسبوع، انه كيخرج داك الكبت ديالو وداك الوحش والفرحه للفريق اللي كيبغيو كيشجعو. فهنا كيبان لي كلشي خاسر، انما غيكون اني الخساره نسبيه ماشي بحال هذا خسر بزاف وهذا خسر شويه وهذا، فبالطبع يعني كاين كلشي خاسر. فانتم تكلمتوا على فكره زوينه ديال انه نديرو 5 شونجمون في الفوتبول المودرن، اش كيعطينا الفوتبول المودرن هو لو ريتم، صافي جميع المباريات ملي كتوصل للدقيقه 70 كيبقى يهبط لو ريتم، عندك فرصه باش انك تدخل نص فريق سيغ تيغان، يعني 10 اللي كيكونوا في التيران انت كدير شونجمون ديال 5 اللاعبين كيعطيوك ان نوتر ريتم سيغ تيغان وكتبقى الفرجه الاهداف. فهنا خصها تكون الحكمه في اخذ قرار صعيب باش ما نغربلوش ونوضوا واحد البلبله في البطوله ديالنا، خص يكون واحد التفكير معقلا لاخذ قرار صعيب كيرضي الجميع. وهذا كيحتاج نقاش عمومي، نقاش وطني بحضور او عن بعد مع مختلف الفاعلين في الحقل الكروي من مدربين ومسيرين واعلاميين وايضا الحكام. عبد الغني الرابح والخاسر في هذه الوضعيه، وضعيه تعليق المنافسات الكرويه. خويا حسن، حنا امام واحد الاشكاليه جد جد معقد، وراه طرق لها السي حسين، يعني وفعلا لانك باش تاخذ القرار واحد القرار اللي غادي يرضي الطرف وما غاديش يدير الطرف الاخر، اذا هنا وراه قلتيها خصنا الحكمه باش ان اي قرار خدينا خصنا نتحملوا المسؤوليه فيه، وخص جميع رؤساء ديال الفرق ولا اي واحد اللي غادي يفيد الكره المغربيه انه يكون امبليكي في هذا الافير، لان هذا الشغل الشاغل ديال المنظومه الكرويه ديال جميع الكره المغربيه، لا الثمن الاول ولا الثاني ولا الهواد ولا حتى الرجال، ما خصهمش نشوفوا، لان حتى هما كيبغيو يلعبوا كره عندهم طموح بانهم يوصلوا يعني لواحد المستوى بعيد، اذا احنا امام اشكاليه جد معقده. كنتمنى باننا الوقت غدا من هنا ل 20 افريل غتبين لنا بزاف الحوايج. لا عبد الغني، شكون الرابح وشكون الخاسر؟ عبد الغني، سؤال، من الرابح من الخاسر؟ هنا في هذه الظرفيه كنظن بان الا غادي نقولوا كاين اللي غادي يكونوا الخاسرين هما الفرق اللي متصدرين البطوله، لانهم خسروا فلوس وجابوا لاعبين بواحد الامكانيات اللي هي كبيره، كنظن بانهم كان عندهم طموح انهم يكونوا في الكاس الوطني الاول. اللي غادي يكون خاسر، اللي غادي يكون رابح من طبيعه الحال، اللي هما الفرق اللي
كانوا متديين ترتيب وغادي يقدروا يكونوا في يعني في القسم الهواز، هم ربما عندهم حد يعني نصيب بانهم يبقوا في القسم الوطني الثاني، بالنسبه للقسم الوطني الاول هناك فرق اللي كتطمع بانها تمشي في البطوله وانها تشارك في الشامبيونز ليغ، كنظن بانه كتشوف راسها بانه الا ما كملوش البطوله كنظن بانه ما غاديش تكون رابحه، وفرق اللي هي كانت غتكون في القسم الوطني الثاني ربما غادي يرجع عندها الامل باش انا تبقى في القسم الوطني الاول. اذا هنا اذا عمليه حسابيه كاينين فرق اللي غتربح وكاينين فرق اللي غتخسر، وفي هذه المعادله صعيب لانك ترضي الجميع. اذا حسين حسين احنا كنتكلموا على الرابح والخاسر، ما كنتوش معايا بان كورونا غادي تخلي الانديه تفكر في واحد الجانب كانت كتهملو بزاف هو الكوتشينغ مونتال. ف الكوتشينغ مونتال في هذه الحاله اللي تري امبورطون، علاش؟ لانه حتى لو كوتي ديال انه اللاعب المنزل ديالو كيتدرب كيطيح في داك الملل، كيطيح ديبرسيون، يعني كيمل بنادم. حتى مونطالمون كيفاش هذا اللاعب انه يبقى يتبع ويكون واحد لو سويفي ديال داك لو بروغرام بار لو بريباراتور فيزيك ديال الكلوب، انه خص يكون عنده داك هذاك المرافقه الذهنيه ستكون بالنسبه للاعبين باش انهم يتبعوا بالحرف الواحد هذاك التعليمات ديال لو بريباراتور فيزيك. مي زياده على ما قاله الزميل تغني في هذا الباب، هذا البادره الطيبه قمتوا بها اخويا حسن مصري بالبرنامج ديالكم على انكم جبتوا جوج ديال الاشخاص لعبوا الكره واليوم اطر ميدانيه التدريب، انهم يعطيو واحد الافكار من حيث التجربه ديالهم. فالفكره ديال وشلا وعبد الغني نقدروا ناخذوا الفكره ديال اكس وي كري وزيدوا عمر، ناخذوا الافكار ديال جميع الشرائح اللي كاينه في المنظومه، باش من وسط ذاك الافكار كنقدروا اننا ناخذوا فكره مزيانه غتفيد الكل، لانه هنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان، هنا خص كل شيء يتعاون يعطي افكار يعطي حلول باش كل شيء في الاخير نلقى واحد الحل اللي كيرضي كل شيء. تعاونوا على العدوان، راه كورونا راه 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 عدو الان. عدو راه عدو، انا كنت عارف اللي كيكون قزيتو. الحسين ايضا كاين الرابحون هما بعض اللاعبين اللي مصابين وغد تكون عندهم فرصة أنهم يرجعوا تدريجيا للملاعب، خاصة اللي عندهم مدة طويلة في الإصابة ديالو. الرابحون أنا بالنسبة لي خلي لي كاد دي بليسيور، حيت باغي يبغيش شي لعاب على وجه الكرة الأرضية أنه تبيسة باش يجلس. أنا الرابحون في هذه المنظومة في هذا الوباء هما الكسالى، حيت كاين واحد النوع ديال اللاعبين كسالى ما كيبغيوش يترينيو، شحال من واحد باغي يولي نجم بلا ما يتعذب بلا ما يضرب تمارة بلا ما يدير حتى شي حاجة. فهنا هذا هو الرابح بالنسبه لي، لانه من جد وجد ومن زرع حصد هذه المثله غتبقى خدامه الى ان يريت الله الارض ومن عليها. فانا كيبان لي الرابح من الاول والاخير هو الكسول. فانا دابا انا جالس في داري مادا بيا انني نكون سيغ تيغان ونخدم ونضرب تماره وكتحس براسك لائق، لانه في الحركه كاينه البركه. فهنا انك تبقى جالس راه خدينا شي شويه ديال لو بوا، حنا ما راضيينش على نفسنا اننا نبقاو في الدار بدون عمل. كنحترموا يعني ما التدابير اللي خدتها الدوله من حيث نبقاو في ديورنا. فهذا بالنسبه لي انايا هذا خساره ما فيش رابحه، لانه اللي غيكون فرحان هو ذاك اللي عزيز عليه يشد المخده بالنسبه لي انا. واحد المسير الحسين قلت لي شكون الرابح شكون الخاسر، قال لي الرابح في هذا الكورونا على مستوى الانديه هما السائقين ديال الحافلات ديال الفرق. علاش زعما حيت كيضربوا تماره؟ لا هما اللي مريحين دابا ما عندهمش كاع ما يتحركوش كاع. وراه السائقين ديال الفرق وقتاش كيتحرك في لو ويكاند، راه الخدمه ديالو السائق في الفرق كتكون السبت والحد، كيخدم يومين في الاسبوع. قول لي شكون هو هذا اللي كيخدم يومين في الاسبوع في اي حاجه؟ هذا راه هو اصلا فرحان. ولكن راه كتسند ليه مهام اخرى. عبد الغني ما كتشوفش معايا بان بعض المدربين اللي كيتقاضاو اجور كبيره وكيدربوا منتخبات والان المنافسات على مستوى المنتخبات معلقه، هم ايضا
من صنف الرابحين. فعلا فعلا، لان دابا راه تقريبا واحد شهرين ونص يعني باش كاينه هذه الجائحه، وكنظن بالنسبه ل يعني بعض المدربين على مستوى يعني الفرق الوطنيه، وحنا ماشي ضد شي واحد، ولكن غير كنشوفوا بانه فعلا هو من الرابحين. حنا كنهضروا دابا على الرابح والخاسر، لانه ولكن هذا الشيء ماشي بيدو صراحه، لانه هذه جائحه تسلطات علينا، هو ما غاديش يكون خاصو يكون من الخاسرين، لانه راه قال حسين عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ربما هذا الرزق ديالو. ولكن انا كنتمنى بان هاد الاجر اللي كيتقاضى هاد المدرب ولا هاد المكون، كنتمنى بانه يساهم فيه في واحد الصندوق ديال كورونا، لان الدوله محتاجه شويه فلوس، وانه يساهم بالنصف ديال هاد المبلغ تمشي صندوق ديال كورونا. هضرتي على واحد المساله السي حسن على لو كوتشين، كنظن بان لو كوتشين مونتال هذه هي الفتره ديالو، هذه هي الوقت ديالو. حنا كنا كنشوفوا الكوتشين مونتال بواحد الشوفه ديال يعني ماشي عنده الاهميه، ولكن لاحظنا بان الاهميه ديالو دابا اكثر مما سبق، لان اللاعبين دابا في ديورهم خاصهم ان كوتش مونتال، ان كوتش مونتال شهرين ونص هو كيتريني في دارو، اذا سون اوبجيكتيف الكوتش مونتال كيبين ليه بانه هاد لي زونطريمون اللي كدير في دارك راه عندها لوبجيكتيف بانك باغي توصل، الا ما لعبتيش هاد السنه ولا ما لعبتيش العام الجاي ربما عندك ان اوبجيكتيف بالنسبه لافونير، اذا لي زونطريمون ديالك غتولي تعرفك بانك دائما خاصك تقدر تتحمل المسؤوليه في اي وقت، وانك خاصك تعطي في اي وقت اللي تطلب منك. اذا لو كوتشي مونتال هو يعني بحال واحد الوقت كان ان اونترينور كيخدم بوحدو سون بريباراتور فيزيك سون شارج ماتريال سون اونترينور دي غارديان، هو اللي كيدير كلشي. من بعد تقحم هذاك البريباراتور فيزيك غير باش يصوب لي بلو ولي كونت، ولكن ولا دابا عنده الدور ديالو في الفريق. اذا حتى الكوتش مونتال ولا دابا عنده الدور مهم، وحنا راه مع سي حسين راه يقول لك باننا كنشوفوا كنديروا شاك جور يعني كنديروا لقاءات مع الدكتور بن عمر فايز، وكانت الاستفاده كثيره. جيد وكان اني جيد عبد الغني اسمح لي حسين، واش لا واحد القوله ديال الصديق ديالك محمد فاخر كيقول بان لو كوتش مونتال نيميرو 1 في المغرب هو البريم في وقته. فحتى هذا من بين التحفيزات الخارجيه، هذه هو اللي كنقراو عليه حاليا، هذه من بين التحفيزات الخارجيه بالنسبه للاعب، انه كيكونوا دي بريم، كيكونوا اشياء اللي كتخلي اللاعب على انه كيعطي لو ماكسيموم باش انه يربح ذاك المباراه. فهو لي بريم تقدر يكون سيفد واحد الدين، انك في واحد المباراه كتجي عند واحد الفريق واللاعبين كتقول لهم عندكم دوبل بريم، الا ربحتوا اليوم الاربع غتخلص، كيجي الاربع ما كيتخلص، فكيفاش غتعامل مع هاد اللاعبين في الاسبوع الجاي ملي غتقول عاوتاني تعاود تحفزهم؟ فهنا ما تحفز حتى يكونوا لي موايا كاينين، وتكون قد الكلمه قد العمل، هذا في نظري جد مؤثر بالنسبه للاعبين. الى سمحتي لي اخويا حسن، بغيت نزيد واحد على ما قاله الصديق الزميل عبد الغني، هو انه شفنا لاعبين في اوروبا اعلنوا على التخفيض ديالهم من حيث السومه ديال الرواتب ديالهم، لانه لاعبين ومدربين كيتقاضوا رواتب كبيره حاولوا ما امكن باش انهم يخفضوا في هذا الوباء في هذه الجائحه ديال الوباء. تخلصوا حسين هذا اللي كيتخلصوا، ينقصوا من الرواتب ديالهم كيتخلص، اما هذا ما كيتخلصش كيفاش غينقص؟ نقصوا منهم لا يعني انا قلت لك المغاربه، اللاعب المغربي غالبيه اللاعبين المغاربه راه ما واخدينش رزقهم، كيفاش غادي هو ينقص؟ هو اصلا كيسال كنهضروش حنا على المغاربه، حنا ما كنهضروش على المغاربه، المدربين المغاربه والاكاديمي دارت بديره طيبه على انها المدربين حاولوا ما امكن باش انهم يفكروا انهم يديروا واحد الصندوق لمسانده العائلات المحوجه اللي عندهم ازمه من حيث المصاريف، منهم لاعبين قدماء، منهم عائلات، منهم عده اشياء، فالبادره كانت طيبه وقدرنا على اننا نديروا ذاك التضامن ديالنا.
طيب، وصلنا الآن للجزء الأخير في هذا اللقاء الحواري للموضوع ديالو والسيناريوهات المحتملة لما بعد الحجري الصحي. في المحطة الأخيرة سنتوقف عند فئة المدربين، ما هو موقعهم في هذه الجائحة؟ عبد الغني، شنو هو الموقع ديال المدربين الان في ظل هذه الجائحه؟ من طبيعه الحال انا كنظن بان المدرب راه بحاله بحال اللاعب، حتى هو كيعيش فتره عصيبه، كيعيش مشاكل، لان الى ان ناخذ مثلا بالنسبه للفرق ديال القسم الوطني الاول والفرق اللي هي كلاسي البريمير دوزيام، هذا المدرب كان عنده طموح بانه ياخذ الشامبيونه، ولا انه يعني في الشامبيونز ليغ والاتحاد الافريقي انه يتوج بهذا اللقب. كيبان لي بانه ولا كيبعد عليه هذا اللقب، ولا كيتبعد عليه انه الشامبيون ياخذها في ديال الاكراهات اللي كنعيشوها دابا. فرق اللي كتنافس باش على البقاء حتى هو كيعيش مشاكل، كيطلب الله بانه هذه السنه تكون بيضاء. علاش؟ لانه باش يبقى في الكاس الوطني الاول، وبالتالي غادي يبقى الاسم ديالو كيدور في الكاس الوطني الاول. اذا هناك مشاكل كثيره، المدربين حتى هما متعصبين لانه كيشوف بان اللاعب ديالو كيتريني في الدار، وبالتالي ملي غادي يستأنف المنافسه واش غادي يكون في ذاك لو نيفو، غادي يكون في ذاك الامكانيات اللي كان كيعرفها. اذا هذا هاجس بالنسبه للمدربين ديال الكاس الوطني الاول باش انهم لا ريبريز ديال هاد الشامبيونه، واش هذوك اللاعبين غادي يرجعوا للتباري في اعلى مستوى، وغادي يقدروا انهم يستطيعوا باش انهم يربحوا مقابلات. اذا هذا مشكل كبير كيعيشوا المدرب، والا قلنا المدرب ديال القسم الوطني الاول كنقول المدرب ديال القسم الوطني الثاني والهوات، اما الهوات فهذا اشكاليه اخرى، لان في ظل المشاكل اللي كيعيشوها وفي ظل المشاكل اللي كيعيشوها اللاعبين انهم كيتسلموش الرواتب ديالهم، اذا هذا مشكل اخر. هذا موضوع اخر. واخا حسين، كاين بعض حسين كاين بعض المدربين اللي تحاورنا معاهم كيقولوا بان كورونا وما بعد كورونا في حاله استئناف الدوري المغربي غادي تعطي المدرب الوطني المدرب المحلي المكانه ديالو، ان الانديه غادي تعتمد بدرجه كبيره على المدرب المحلي، لان ما تكونش عندها السيوله الماليه الكافيه لانتداب مدربين اجانب. شنو النظريه ديالك في هذا الطرح؟ فبالنسبه لي انا يا المدربين الاجانب لا استثنيتي بعض الفرق الكبرى، هما اللي كيجيبوا مدربين عندهم قيمه كبيره وكيتقاضوا مبالغ كبيره. ف الا استثنيتي بعض المدربين فكيكونوا في لو ميم سالير بحالهم بحال المغاربه. يعني الفكره اللي كتبان لي ما غاديش تبدل، لانه كما غتجيب تونسي ولا مصري ولا ليبي ولا سوداني ولا نامبورت كي بالدول العربيه، راه يقدر ياخذ قل من مغربي، لانه هذا ماشي هو السؤال المطروح بالنسبه ل... ماشي هذا هو الجواب الصحيح، لانه كاينين مدربين يقدروا ياخذوا رواتب اكثر من اجانب اللي كيمارسوا البطوله الوطنيه. الموقع ديال المدربين حاليا، فانا بالنسبه لي كجميع المغاربه كل مجالات وفي كل اي يعني عمل، فالكل كيلتزم بالبقاء ديالو بدون عمل، كنحاولوا ما امكن باش اننا نسيطروا على هاد لا سيتوياسيون اللي جالسين فيها، كنحاولوا ما امكن باش اننا نفكروا ونديروا واحد المراجعه الاشياء اللي درناها قبل، كتحاول ما امكن باش انك تكومباريزي لي شوز، هنا نجحتي هنا فشلتي هنا شويه هنا ما درتي والو هنا لقيتي هاد المشاكل في هاد الفروق، كتحاول ما امكن باش انك تحط وتشوف فين كان الخلل، تحاول ما امكن باش تكويجي، لانه حاليا دير شويه النقد الذاتي للمسار ديالك. اليوم جميع المدربين يعني مشكور الاكاديمي، لانه البادره الطيبه اللي قامت بها الاكاديمي المغربيه للمرافقه الذهنيه الرياضيه، أو جمعات هاد المدربين فيهم مدربين معدين بدنيين، فيهم اطباء، فيهم شكون اجانب مدربين اجانب، كنحاولوا ما امكن باش اننا كنحطوا وكنناقشوا عده اشياء في الاكاديمي،
يوميا يوميا، حتى انه ولفنا ولينا كنستناو غير ديك الوقيته ديال 14 باش نبداو القرايه، لانه اولا باش تقتل الوقت كتقتلو في العلم، انك لا جالس ما كدير والو. والله هذه المبادره كان خاصها تجي من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، تجي من العصبه الاحترافيه، تجي من الوزاره، تجي من الاجهزه اللي رسميه. فمشكوره الاكاديمي على انها اللي قامت بهذه البادره، والحمد لله كنحسوا براسنا اننا بحال كنمارسوا شي حاجه، فما كاينش ذاك الملل. حسين كاين واحد التسريب صوتي ديال المدرب عبد القادر يومير تكلم فيه على الاداره التقنيه، قال بان كاينين المدربين اللي في ظل هذه الجائحه جالسين كيعيشوا العطاله ولكن كيتقاضوا رواتب كبيره. شنو التعليق ديالك على هذا التسريب الصوتي المنسوب لعبد القادر؟ سمعت الاوديو ديال الاخ يومير، كاينين بزاف ديال الحويجات اللي هي معقوله، كاين بزاف ديال الحويجات ما خصهاش تقال. مي انا السؤال المطروح ديالي، واش سي لو بون تايمينغ باش اننا نحطوا هذا الاوديو؟ واش الوقت مناسب باش اننا نحطوا هذا النقاش ديال هذا الموضوع؟ لانه هذا الموضوع خصو يتناقش من طرف المدربين، من حيث المديريه يعني سي مانتوزا مع يومير، وداك الشيء يكون واحد النقاش اللي غيخرجوا به فوائد. فانا يعني انا كيبان لي لو تايمينغ والوقت غير مناسب باش اننا نناقشوا هذا الموضوع في هذه الكارثه ديال كورونا. فكاين بزاف ديال الحويجات اللي هي بوزيتيف، مي كاين بزاف ديال الحويجات اللي هي نيجاتيف، وكيخص نلقاو الوقت المناسب في المكان المناسب اللي نناقشوا به هذه المواضيع. سي عبد الغني، عندك شي تعليق على هذا التسريب الصوتي؟ كنظن بان العالم دابا الهم ديالو الوحيد هو والطريقه والكيفيه اللي غادي يخرج منها من هذه الجائحه، وشنو هي السبل ما وراء الجائحه. هذا هم ديال جميع يعني العالم كامل والمواطن. فإلا غادي ندخلوا في ما غنسميهاش تفاهات، ولكن من غندخلوا في ان ديكلاراسيون ديال يومير ديال الرابطه، ويعني شنو هو اللي خلاه انه يخرج بهذا الديكلاراسيون في هذا التوقيت بالذات؟ واش هذا الكلام خداه الشو ولا افروا؟ لان المسائل هنا كنهضروا عليها الكوتشي المونتاج، يعني لا موتيفاسيون انترسيكت، يعني شي حاجه اللي هي خارج داخليه خلاته انه يهضر هذه الهضره، ما غاديش نقدروا نعرفوا هذا الشيء. كل ما في الامر هذه مسائل يمكن غتناقش، ولكن ماشي دابا، يمكن تناقش ما بعد كورونا. اذا تضم صوتك لصوت حسين اشله، التوقيت غير ملائم في نظرك. خصنا في هذه اللحظه وفي هذه المرحله خصنا نكونوا انسانيين. ناس توفات، ناس يعني كتصاب بالاذى، وخصنا خلينا نكونوا في المكان ديالهم وندعيو لهم بالشفاء، وندعيو على جميع المسلمين باننا نخرجوا من هذه الجائحه بسلام، لان المصلحه ديالنا هي الصحه ديالنا والصحه ديال خوتنا، والله يحفظنا ويحفظنا من هذا البلاء وهذا البلاء، ويعجل بالشفاء يا ربي. هذا هو الاهم. والمسائل الاخرى يمكن بعد كورونا نقدر نناقشوا بزاف الحوايج، لان كاين ما يتناقش، ولكن الظرف هي خصنا نختاروا التايمين باش انا نناقشوا هذه المشاكل هذه. سي اوشلال، كاين حديث ايضا على بعض المدربين المغاربه اللي في الاداره التقنيه، البعض وبعض الكتابات اللي قريت كيطالبوا منهم الناس باش يديروا واحد المبادره ديال تخفيض الرواتب ديالهم. واش انت مع هاد المبادره تكون علنيه او لا يدير تخفيض بينه وبين المشغل ديالو؟ شوف، هذه ماشي صدقه، هذا غير يعني واحد التطوع ديال الانسان. يقدر يديروا علني، يقدر يديروا سري، انما خصو يكون، انا في نظري خصو يكون. علاش خصو يكون؟ لانه هنا ما يمكنش تاخذ واحد الاجر كامل في واحد المنظومه اللي كتخلص واحد المبالغ كبيره في الشهر بالنسبه للاطور اللي كتشتغل في ذاك المنظومه. اللهم دير المبادره حسين انت، ولا يعودوا هما ناقصين لك من الصالير، اللهم تجي منك انت. لا، من الاحسن تكون من الشخص، من المدرب، على انه يكون يتطوع ويبين النوايا ديالو، على انه جاء اولا يخدم الكرة ماشي يدي الفلوس. حيت راه جوج ديال الحوايج ماشي في نفس الطريق. إذا كنتي في دماغك أنك جاي لواحد المنظومة غير باش تدي الفلوس،
ماشي جايب حاجه، انك جاي باغي تعطي العلم وباغي تكون وباغي تضحي وباغي تعطي كل ما عندك، بارطاجي هذاك لو سافوار ديالك مع الناس. فجوج ديال الاشياء هنا كيختلفوا، لابد اننا نختاروا الصحيح، هو انك تكون جاي باغي تخدم وتعطي، تعطي كاع داك لو سافوار فير ديالك تحطو على ارض الواقع لهاد الشبان اللي انت كتشتغل معاهم. شكرا الحسين وشلا، وصلنا لنهايه الحلقه، الحديث معكم مثير ولكن للاسف الوقت يداهمنا. كنشكرك حسين كنتي معنا عبر تقنيه السكايب، وكنشكروا ايضا عبد الغني العثماني على الحضور ديالو معنا عبر نفس التقنيه. نتمنى اننا نتلاقاو هذه المره ميدانيا في بلاطو تيلي ماروك بعد زوال الجائحه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وبهذا كنوصل لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم الاسبوع الرياضي، نتلاقاو معكم في الاسبوع القادم في مواضيع جديده مع ضيوف جدد. الى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى، الى اللقاء.